بدل ما على حسب زعما الشخص، لا كان هذا شي فوبيا من الامراض زعما، لا طبيعه الحال زعما غير يديرها، ولا كان زعما ما يرى اصلا زعما كتقيس غير الحوامل، ولا زعما كتقيس زعما الاشخاص زعما الشباب زعما. لا انا الكمامه هي احتياط، ولكن هي كانت شي حاجه مكتبه سواء بالكمامه ولا بلا كمامه، هذا هو الاستطلاع اللي غادي يمكن الراي ديالي في الموضوع. ما من غير هذا الشيء ما كاين شي حاجه اخرى، لان هو الانسان خصو احتياطات لازمه، خص الانسان احتياط لا اللي يكون مصاب خص هو يحاول ما امكنه باش ما يحاولش يفشي داك الفيروس، يحاول الى عطاش ولا هذا يحاول احتياطات، يعمل اموشوار، يعمل كذا كذا، ما يعطيش اون بلانير بحال كذا على الناس ولا هذا. والحمد لله لا حفظك الله وحفظك الله وصافي. با جو سوي كونتر بيسكو فو مفويي سون Parce qu'il n'y a rien de grave. Vous me voyez sain et sauf. Et en plus, je suis diabétique. Hein? Faudrait que j'en mette un. Mais ça va. Je vais dans des restaurants, je vais dans des grandes surfaces, sans. Et je suis bien. زعما على حسب ثقافة الشخص. الإنسان اللي تيخاف على راسه وكيسمع شي حاجة غتضرو أو جاية أو في شي مناطق على حساب يعني المرض اللي هو شائع وهذا، يعني الانسان من حريته انه يحمي راسو يعني كيستعملها. اما الا كان شي حوايج اخرى وهذا الله اعلم، زعما كتبان ليا كمامه كحمايه، انسان تيخاف على راسو كيشوف الخطر كاين، وهذا هو اللي بان ليا. انا مع هذيك القضيه ديال هذيك اللي تيديروا هنايا، علاش؟ حيت كيقول لك الوقايه خير من العلاج. ماشي بنادم شي مرض عادي يمشي يقلب على الدواء، اللهم دير نتايا احتياط ديالك، هذيك الساعه الا جا المرض اوكا ولا شي لعيبه، ديك الساعه راه الله كبير، ديك الساعه غتطلب الله وغادي تمشي تاخذ لي تريتمون ديالك وهادي، ولا بغيتي توصل لهذاك الشيء عادي دير. لا ما كتبرزتني هاد اللعيبه، حيت كنحس بحال هذاك الانسان اللي دايرها بحال حنا كنبرزطوه، هاد الناس اللي اوتو كنبرزطوه وكيشك باننا حنا فينا هاد المرض صافي.